يا مساء السعادة ويا مساء البهجة ويا مساء حسن الظن برب العالمين. حلقة مهمة جدا وحلقة خاصة أيضا جدا من برنامجكم ما وراء الطبيعة مع دينا حمدي. يا جماعة في حلقتنا السابقة كنا قاعدين مع بعض بنحل مشاكل كتيرة جدا، بنتعرض لأسئلة كتيرة جدا على السوشيال ميديا. أسئلة بعض المتابعين بتوعنا قالوا إن هم راحوا لدكاترة كتير قوي نفسيين وغيرهم وغيرهم، ملقوش حل. الدكاترة كلهم قالوا لهم أنتوا سلام ما عندكوش مشكلة، وأتاري إن المشكلة روحية مش نفسية. معانا ومعاكم الأستاذة إيمان صلاح أو الشهيرة بأم محمد تي أو تي لعلوم الطاقة، يعني شهادة إعداد مدربين لعلوم الطاقة أو علوم البارا سيكولوجي وما وراء الطبيعة، وأيضا دبلومة استراتيجية الحياة والصحة النفسية والتوازن النفسي. أهلا بك يا أم محمد. أهلا بحضرتك. في الحلقة السابقة أم محمد يعني ما شاء الله تبارك الله الحلقة كسرت الدنيا وناس كتيرة قوي قوي ارتاحوا جدا، وكان في تفاعل قوي جدا غير طبعا المتابعين اللي عند حضرتك على الصفحات وعلى السوشيال ميديا. ناس كتيرة قوي دعولك بسبب انك فعلا يعني طمنتيهم ان ليهم حل، اللي عندهم مشاكل روحية، اللي عندهم عكوسات، عندهم وقف حال، عندهم عطل اسمه تعطيل، اسمه تعطيل. النهارده بقى عايزه اعرف، محتاجين منك نعرف اجابه مهمه قوي لهذا السؤال. هل الجن ممكن يعترض طريق بني ادم؟ يعني احنا مثلا على طريق مثلا الساحل الشمالي فور اكزامبل او اسكندريه او وات ايفر ماشيين بالعربيه بتاعتنا، في ناس اقسموا بالله انهم لقوا في المرايه الخيال ورا حاجات بتظهر وتختفي واشباح وحاجات كده غريبه، ولما بيقولوا لحد معاهم يقول له بطل يا عم دي اوهام وهلاوس. عايزه اعرف منك النهارده هل الجن بيعترض طريق البني ادم ولا لا؟ اكيد طبعا بنسبه 100% بدليل ان هو بيكون شايفه وحاسس ان هو متتبعه. فهو في الاساس اصلا في تتبع عليه على الشخص ده، اللي هو طالع من بيته والمفروض هو مش متتبعه في الطريق، يعني أيوة. مش ماشي وراه ان هو بيظهر له في مرايه، لا ده هو خارج من بيته، المفروض هو خرج معاه الجن كمان. لان طبعا في ادعيه للسفر المفروض الانسان يقولها قبل ما يمشي يحصن نفسه، لمجرد الانسان بس بيسمي الله يعني هو خلاص خرج من حوله وقوته ودخل في حول الله وقوته. الله يسعدك يا مريم. فلازم الانسان تمام. طبيعي يسمي الله في كل حاجه في حياته، قبل الاكل، قبل الشرب، في دعاء قبل ما يخش الحمام، ساعه تغيير اللبس. فلازم الانسان يكون عارف الامور اللي هتخليه في امان وفي حسن منيع ويعملها، مش يمشي كده على يعني خلاص بقى على التسهيل بقى ان انا ماشي في طريقي بقى وخلاص ومسافر ورايح اتفسح مش عارف ايه الكلام ده. لا، في عالم اخر بيحصل تتبعات على الانسان، وبيحصل ان هم عندهم برضو الحريم من الجن بيغيروا من حريم من الانس. وعندهم الرجال من الجن بيعشق النساء من الانس. فلازم الانسان يبقى عامل له ايه من القران، عامل له ورد يومي بيحصن نفسه بالورد دوت، بحيث ما يخشش في دايره هو مش قدها. ده عالم خفي لا يعلمه الا الله. الله يسعدك. احنا يعني كمعالجين بالطاقه طبعاً. كمعالجين بالطاقه بنبقى شايفين وعارفين ان المكان ده موجود فيه جن، موجود فيه طاقه سلبيه، موجود فيه بلاء. غيرنا مش عارف. في اسكندريه مكان شقه كل شويه تولع لوحدها. دي ترند على فيسبوك، مش بعمل دعايه بس هي اوريدي. الشقه دي يا جماعه الاصحاب الساكنين في العماره تعبوا، بيقولوا اللي ماتت فيها ماتت بطريقه مش ما كانتش موته، بطريقه بشعه طبعا، بطريقه غريبه، وكل شويه يلاقوا حريقه فيها ويجوا يطفوها او يطلبوا المطافي لقوها طفيت لوحدها. فناس استغربوا جدا، فقالوا بقى نجيب شيوخ نقرا عليها قران وحاجات زي كده. هقول لك ليه هي بيحصل فيها الولعه دي. ابسط لك الموضوع، لان روحها نفسها ماتت بطريقه بشعه. ايوه. فروحها بتخرج كل فتره معينه تعمل الاثاره دي وتسكن شويه. لو كانت روحها حست مثلا اللي قتلها او اللي حرقها او اللي عمل فيها مشكله اخذ حقه، ما كانش هيحصل الموضوع دوت.
ما كانتش الشقه هتتعرض لكل شويه بلاء فيها، كل شويه بتولع، كل شويه بيحصل الكلام ده. فالله المستعان، الانسان برضو لازم يحصن نفسه. بجد يا ام محمد انت خير كبير قوي، يعني انت بتطمني، بتعالجي المشاكل، صوتك نفسه فيه طمأنينة وفيه طاقة إيجابية رهيبة جدا. لكل اللي اللي حضرتك بتعالجيهم، لكل التفاعل القوي اللي عندك على الصفحة مشاهدينا الكرام، طبعا بنأكد لحضراتكم صفحة ام محمد اللي موجودة دلوقتي اسفل الشاشة، لأي حد حاسس بعوارض، حاسس بطاقة سلبية، حاسس بوقف حال، حاسس بأنه في تعطيل، أموره مش زي ما هو حابب أو مش أحسن حاجة، هتتواصلوا بأمر الله على أرقامها وعلى صفحتها المعلنة دلوقتي أسفل الشاشة. طيب أم محمد هقول في عجالة كده حاجة مهمة جدا، الموبايل اللي احنا بنشتريه أو الغسالة أو التلاجة أو يعني فور إكزامبل أي جهاز احنا صانعينه، في كتيب كده اسمه الانستراكشن، التوجيهات علشان تستخدميه كويس وتحافظي عليه وما يتضررش وما يبصش وما يفسدش. طيب دي حاجه احنا صانعينها وعاملين لها انستراكشن، كتيب للصيانه. فانت الحلقه اللي فاتت اكدت لنا على معلومه يعني في غايه الاهميه، ان احنا نرجع للقران الكريم اللي هو التوكيل بتاع ربنا عز وجل، الانستراكشن اللي ربنا عز وجل، الدستور اللي ربنا نزله او الصيانه الشامله بتاعه الجهاز اللي ربنا خلقه وهو البني ادم. ان احنا ربنا قايل لنا كل التوجيهات صباحا ومساء، ونتكلم ازاي ونمشي ازاي والاصول وكل حاجه. طيب انا كنت عايزه اعرف بقى من حضرتك سؤال مهم قوي جالنا وتكرر ومحدش عارف يجاوب عليه غيرك. ايه وظيفه الشاكرات السبعه في جسم الانسان؟ بتعمل ايه وظيفه الشاكرات السبعه في جسم الانسان؟ بتساعده على التناغم والتعايش والسلام النفسي، ان الانسان يكتسب طاقه ايجابيه من كل اللي حواليه. بتعرفي اصلا ان الشجر فيه طاقه الانسان بيستمدها؟ لمجرد ان انت بتبصي لمنظر الشجر، اللون الاخضر نفسه بيخلي الانسان يبقى عنده سلام نفسي. في طاقه في كل شيء حوالينا. فالشاكرات بتساعد الإنسان على التناغم والتعايش، وفي نفس الوقت ممكن تكون في كارثة إن هو سحب على الشاكرات دي طاقة سلبية. عشان كده بنقول الصلاة، الخروج في أماكن نظيفة، دايما ترويق البيت، دايما نشيل التراب من البيت، دايما نخرج الأساس والحاجة المستهلكة اللي في البيت، لأن المكسرة المكسرة المقطومة الجسم مكسر. بيسحب طاقة سلبية من المنظر العام نفسه. أوكي. فده وظيفة الشاكرات، لازم بيحصل فيه تناغم في الشاكر بتاع الإنسان، سواء شاكر الرأس، شاكر الضفيرة، أي شاكر معين في جسم الإنسان. الله على الإجابة المطمئنة برضو، إن احنا يا جماعة نحافظ على نظافتنا، الإنسان يفضل طاهر متوضي، بيسمع قرآن كريم، الحفاظ والتمسك بأذكار الصباح والمساء، التسبيح، الاستغفار، وأيضا الصلاة والسلام على خير خلق الله وأحب خلق الله لله عز وجل وهو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنروح بقى لسؤال أيضا متكرر، تفيدينا بقى وتجاوبينا عليه، هل بسبب السحر ممكن يحدث مرض عضوي يا ام محمد في الجسم؟ غالبا بيحصل مرض عضوي. ونحمي نفسنا ازاي؟ بسبب السحر او بسبب طاقه سلبيه او بسبب جن العين. يعني مثلا حد يقول لك ايه ده، شاف مثلا بالبلدي كده، ده شافها وما صلاش على النبي. ففي عين بتحسد. ايوه. في شخص اصلا مجرد ما بيخش مكان بيحصل كارثه. فده الشخص ده موكل عليه ومتلبس بجسمه وبعينه جن اسمه جن العين. ففي الحاله دي انا ما حدش عمل لي سحر، او الشخص ده ما حدش عمل له سحر، هو اتاذى من مجرد البصه بتاعت الشخص نفسه. بس احنا مطالبين نحمي نفسنا ونحصن نفسنا. هنحمي نفسنا طبعا بالاذكار وبالصلاه، وبيكون لنا ورد من القران الكريم ما ياثرش، يعني حتى لو جات لنا العين يبقى ربنا عز وجل. لا، الانسان مجرد ما بيكون يعني دخل حصن ربنا سبحانه وتعالى، خلاص هو بقى في حفظ ربنا. الله. فاستحاله هيتاثر بالمحيط الخارجي ايا كان، حتى لو معاه جن العين هو مش هيتاثر. بس فكره المرض العضوي، في مرض عضوي، في ست دخلت الحمام ما قالتش المفروض تقول وهي داخله الحمام،
رجلها اتلوت، حصل مشكله، حصل عندها بلاء بسبب الحمام، ان ضربت على مكان معين مش عارفه تمشي. اذا فالاتجاه مش طبي، الاتجاه روحاني. مشاهدينا، السؤال بقى المهم قوي اللي كلكم مستنيين الاجابه عليه، البروتكشن، الحمايه، الوقايه، التحصين، اللي من الاخر. يا ام محمد، عايزين نعرف ايه اقوى حمايه لينا ووقايه وبروتكشن ان احنا نستمد الطاقه الايجابيه. هو بصي هقول لك حاجه، هو لازم الانسان من القران ده خلاص، يعني انسان يبقى له ورد معين، يصلي، يقرا الاذكار، ينام على طهاره، مفيش بعد كده تحصين. انما في انسان بينام مش طاهر، بينام من غير ما يصلي، بيخالط اشخاص سلبيين، بيتهجم على اماكن الخلاء. في ناس تقول لك انا بحب ابات مثلا على البحر. طب ما البحر له مر وله جنه وله يعني انت هتكون فرحان نفسيا ومستمتع بالقعده، لكن ما تضمنش بعد كده الامور توصل لفين. فدي مشكله طبعا طبعا طبعا. فيا جماعه نخلي بالنا من كل الحاجات اللي ام محمد فعلا النهارده ربنا هدينا بيها، ان هي بتقول لكم ازاي تنموا الطاقه الايجابيه، ازاي تعملوا بروتكشن لنفسكم، ازاي تحموا نفسكم من كل الاعداء اللي حواليكم، الدنيا والعيون والاسحار والحسد والعين غير الحسد. يا ام محمد مظبوط؟ العين غير الحسد. ايوه طبعا. ايه الفرق ما بين العين والحسد؟ الحسد بيجي عن طريق يعني كلام، ده فلان ده عنده نعمة، فده يعني تشهير بنعمة الإنسان، فده اسمه حسد. العين ده جن عين بيخترق جسم مباشر، بيخترق الأولاد، بيخترق الست، بيخترق الجمال. يعني دايما نقول اللهم إني أعوذ بك من عين حاسد أصابت جمالا فشوهته. مظبوط. أصابت يعني قلبا فأحزنت، أصابت رزقا فأمسكت، كل حاجة بقى هي رزق، ولد، جمال، شعر، شعر. يعني انا اعرف ناس وجالي حالات كتير مشوهين، البشره مشوهه جدا. أيوة. في الشعر خالص. مظبوط. الشعر زي ما يكون محروق. أيوة. ومجرد ما بيتعالجوا خلاص ما شاء الله بيرجعوا لطبيعتهم من تاني يوم من العلاج، خلاص الموضوع انتهى. هنروح اذا ففي توكيل. تمام. هنروح بقى لحبيب ربنا وحبيب الكون كله، لخير خلق الله سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته وأحبته ونحن منهم إلى يوم الدين. من أم محمد الجميلة عايزين نسمع حاجة في حب رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. والله لو وزنت به عرب وعجم، جعلت فداؤك ما بلغوه وزنا، إذا ذكر الخليل الخليل فذا حبيب نبي الله في القرآن أسنى، فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا، فكل الأنبياء تقول نفسي، وأحمد أمتي إنس وجنة. الله الله الله، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مجرد ما جبتي اسم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني المكان كله امتلأ بملائكه الرحمه عليه الصلاه والسلام الى يوم الدين. هل في ورد معين بالصلاه والسلام على سيدنا محمد او الصلاه الابراهيميه الكامله يحصننا من اذى الجن والطاقه السلبيه والسحر والحسد والعين؟ هو بصي انا يعني من وجهه نظري زي ما قلت قبل كده في الحلقه الثانيه، قلت سورة طه والحشر. ده أقوى حاجة. سبع مرات الحشر وثلاث مرات، بنأكد على كل مشاهدين، ثلاث مرات طه وسبع مرات الحشر في الليل. ده للأشخاص اللي هم ما عندهمش استطاعة يقرأوا سورة البقرة. لا، في ناس ما بتقدرش. لأن في ناس ما بتقدرش. لمدة 41 يوم، سبع الحشر وثلاثة طه. طه. تمام. الإنسان بيبقى معاه روحانية السورة نفسها. لأن سورة، حتى سورة ياسين معاها روحانيات. سورة الحشر معاها روحانيات، سورة طه. أسماء الله الحسنى نفسها معاها روحانيات. الله. يعني سبحان الله اللي هو اختص كل شيء في القرآن، والتسبيح لروحانيات طبعا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم طبعا.
يعني ربنا اختص كل حاجه في القران بروحانيات معينه ما شاء الله. روحانيات بقى تخص التحصين، روحانيات تخص الذكر، نورانيات، الانسان يبقى ماشي كده يعني ايه وشه عليه النور والصلاح. زيك كده حبيبتي تسلمي. والله يا ام محمد علشان كده انا مش هقول عذرت بس فعلا فعلا ليهم حق كل متابعين بتوع حضرتك بيحبوكي وبيسالوا عليكي دايما وبيطمنوا لما بيكلموكي. الحالات كمان الكثيره اللي تابعت مع حضرتك دعولك من قلبهم بعد حاله الاستشفاء، التحول اللي حصل، البهجه والفكه القرب، ربنا جعلك سبب مهم جدا لفك قرب ناس تعبانه وناس فعلا نفسهم يفرحوا ونفسهم. واحده يا ام محمد تقول لك كل ما يجي لها عريس مامتها تقول لك اقسم بالله ما فيهم غلطة، ثلاث بنات ما فيهمش غلطة، زي ما بيقولوا زي الكتاب ما قال، جمال ومال ومنصب وعيلة، يعني تنكح المرأة الأربع، مالها جمالها حسبها نسبها دينها خلقها، يعني ما فيش أي عطل. يجوا بقى في وقت الكتب الكتاب أو الزفاف، لا يا ماما ده بص بطريقه مش كويسه، ده ريحته مش مستحبه مش مستصاغه، لا 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 دي مامته شكلها ما تتعشرش. تلكيكه، المهم ان الفرح يبوظ وان الجواز ما يحصلش، يا اما في اليوم الزفاف نفسه. ده بيكون بقى سحر وقف حال او جن عاشق، ما هم الحاجتين دول اللي يعملوا مشكله الجواز والنفور. سحر النفور ده لو اتعمل مثلا للعروسه تكره عرسها خلاص ما تخش عليه، ولو اتعمل للزوج يكرهها، والله لو ايه بقى لو هي ملكه جمال خلاص مش هيبص لها، انتهت خلاص الدنيا قفلت عنده وشافها بطريقه مش طبيعيه خالص، فطبعا مش هيقرب لها بقى خلاص. وربنا بيدي تنبيهات او يعني الارم كده في الحلم ينبه ان احنا نزود تحصين الاذكار الصباح والمساء، ان احنا يعني دايما بيبقى في رسائل في الحلم ان احنا نفوق لنفسنا ونصحصح ونعمل بروتكشن وننظف طاقتنا. اكيد طبعا. وخلاف تنظيف الطاقه اللي انا برضو دايما اكلم الناس وانصحهم ان لازم يبقى عندنا حسن معامله زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الصلاه والسلام. ما هو اللي بيمشي يعمل سحر لحد ده بيعمله ليه؟ بيبقى ما بينهم مشدات ومشحنات، فهو مش عارف يطول منه حاجه او مش عارف يعمل معاه حاجه. اللي عنده نعمه يا جماعه ما يداريها، يا جماعه اللي عنده نعمه ارجوكوا يداريها. ايه اللي هيخلي الساحر يسحر او قريبتك تحسدك او قريبتك تعمل لك عمل الا لو انت عماله تضخمي في نعمه ربنا؟ أكيد. ما تحمدي ربنا وامتثال لاوامر سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، التزمي امتثلي باوامره. قال لك اقضوا حاجتكم بالكتمان وبالسر فان كل ذي نعمه محسود. هو طبعًا. انا لازم اغيظ مثلا قريبتي او انت تغيظ مثلا واحد داخل في مشروع ومشروع ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ليه لازمتها يعرف كل اصحابه واخواته واخواله وقرايبه وعلى السوشيال ميديا ده انا هعمل مشروع هيكسر الدنيا؟ ما تعمله وانت ساكت. ليه تثير الغيره تخلي الناس يبداوا يعملوا اعمال واقفه حال ليك؟ ما حدش هيتضر غيرك. اكيد طبعا اكيد طبعا. والنفوس عادت مش كويس مع الظروف الاقتصاديه للناس، كل صاحب نعمه محسود. فلازم ان احنا نكون يعني اكتر كتمان من كده، نتكتم علشان في ناس مش حكايه ان احنا نغيظ، في ناس عندهم نفسيتهم مش سويه بيقولوا الكلام ده عشان يغيظوا، يقول لك ده انا عايزه افرسها، يقول لك ده انا عايزه افرس صاحبي، طب ليه؟ وفي ناس تانيين بيقولوها بحسن نيه بيكسروا خاطر اللي ما عندوش النعمه دي، اللي مثلا ما عندهاش اولاد، اللي مش متزوجه، او مثلا يا ام محمد اللي ما عندوش الفلوس، راجل زيك زيه بس ما عندوش يا جماعه الفلوس والقدره ان يعمل نفس المشروع، فانت من غير ما تقصد بتكسر خاطر اللي قدامك وبتحزنه وبتخليه لو ما حسدكش يحزن على نفسه وعلى ظروفه. فليه؟ التكتم ده ستره فعلا. نعيش يعني زي ما المثل العام بيقول عيشي مستوره تعيشي مسروره. طبعا 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 معاكي في الكلام دوت، فعلا كلام ثقه جدا وكلام صح. وان سبب الكوارث كلها هو الكلام الكتير الرغي، وان احنا بنتحدث بالنعم قدام الاخرين وبنفخم قوي ونكبر فيها، لان في ناس نفوسها مريضه
وربنا خزينه مليانه. ومن كتر ما هم نفوسهم مريضه قرينهم مؤذي. يعني هي مش ممكن تروح تعمل عمل او سحر، ولكن قرينها يتوكل ان هو يوقف لك اي مصلحه. ايوه فدي مشكله كبيره. فلازم ان احنا فعلا نقضي حاجتنا بالكتمان، ده اول حاجه. تاني حاجه ما نتكلمش، لان في حاجه اسمها الاستكتار. الاستكتار ده ان انا استكتر نعمه عند حد، ويعني من كتر ما انا استكترتها خلاص، يعني انا وقفت الطاقه الكويسه اللي هو بدا يعني في حياته، وقفت له الطاقه دي خلاص، بدات من طاقه ايجابيه لطاقه سلبيه. الله يسعدك يا ام محمد، فعلا حلقه كلها حسنات وكلها ذكر لربنا عز وجل والتحصينات، ولسيدنا وحبيبنا وشفاعنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا يجازيكي كل خير. شيخ الشعراوي لما قال الجمله الجميله جدا اللي اقتبسها واخدها من احدى السور القرانيه الكريمه، قال لما نلاقي نعمه عند غيرنا نقولها كده دعاء بالمعنى الدارج، نقول يا رب ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، علشان النعمة تجيلنا. ولازم يبقى عندنا إحنا رضا. لازم يا أم محمد زي ما أنتي قلتي وأكدتي الحلقة السابقة، إن إحنا نبقى ساتسفايد، نبقى راضيين مبسوطين بحالنا. لا تمدن عينيك، ما نمدش عينينا ونحاسب ربنا، هو انت ليه يا رب وسعت على ده؟ وليه ده عنده وده ما عندوش؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل واحد يرضى باسمته، كل واحد طبعا يرضى يركز في ورقته، يركز في ظروفه، ويركز في اللي ربنا قسمه له، ما يمدش عينه في حال غيره طبعا. لان لو ربنا بدل الاقدار، والله والله يا ام محمد على زي ما قلتي، محدش هيقدر غير، محدش هيختار باقتناع الا قدره، الا اللي ربنا كاتبه طبعا. لو ربنا قال لك ابدلك، تحبي ابدل قدرك بقدر حد تاني، واطلعتي على الامه وعلى احزانه، هتلاقي نفسك ممكن ما تتحمليش اللي هو متحمله، وهو ممكن ما يتحملش اللي انت متحمله. فيا جماعه، يعني من خلال برنامجنا ما وراء الطبيعه مع دينا حمدي ومع ام محمد والاستاذه ايمان، يعني بناكد لكم لازم نرضى بنصيب ربنا، لازم ما نبصش لبعض، لان ده لما بنبص ونحسب بعض ونحاسب ربنا، ربنا ما بنحاسبوش، هو اللي بيحاسب الناس كلها. لازم تتكتموا على اسراركم، مش كل حاجه تقولوها لاهاليكم ولقرايبكم ولاصحابكم وتصوروا وتشيروا على السوشيال ميديا، كل دي حاجات بتجلب الطاقه السلبيه طبعا. نصايحك بقى لحبايبك وكل الفانز اللي بيحبوكي وبيدعوا لك يا ام محمد، اهم نصيحه النهارده تقوليها لهم ايه؟ اهم نصيحه اقولها ان الانسان يركز على الصلاه، على الذكر، على قراءه القران، ما يحاولش يفكر في الأعمال، في السحر، في الدجل، في الشعوذة، لأن كل اللي ربنا كتبه لنا هنشوفه. وما هم بضارين بشيء إلا بإذن الله. إحنا بنعمل اللي علينا، بنحصن نفسنا، بنقرأ قرآن، لنا ورد من أسماء الله الحسنى سواء أو من سورة معينة من القرآن. بعد كده بقى ما ندورش الا لما الموضوع ياخد اتجاه اكبر من حجمه. تمام. او ياخد اتجاه سواء طبي بقى او روحاني. تمام. يعني طبعا الوقت الحلو مشاهدينا الكرام معاكم ومع ام محمد الشهيره بايمان صلاح او الشهيره بام محمد، الوقت الحلو معاها بيخلص بسرعه جدا. انتظرونا باذن الله تعالى في حلقات قويه جدا وفيها اسرار وفيها علاجات مع ام محمد الحلقات القادمه باذن الله تعالى من ما وراء الطبيعه مع دينا حمدي.